إذا سوف ننتقل إلى المسألة السادسة، معنا وقت. طيب معنا دقائق قليلة. سادسا يلزم من ذلك، معلش بدنا ننضغط لأنه كانن 4 محاضرات صارن 2، فبالتالي ينبغي التنبه. سادسا الكفر نوعان، أكبر وأصغر، كما ذكر أخونا قبل قليل. بناء على ما سبق فتبين معنا أن هناك كفر مخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة، فبالتالي الكفر نوعان، أكبر وأصغر. طبعا عندما تسمع أصغر ليس معنى ذلك أنه شيء سهل، كما يقول بعض الناس كفر أصغر يعني الحمد لله كفر صغير عادي. لا، كفر أصغر بمعنى من أكبر الكبائر، والعياذ بالله. هذا شيء مهم ينبغي أن تخاطب الناس بما يفهمون وبما يعقلون. فنسمع الآن من النقل عن من؟ نسمع النقل عن من؟ قال الإمام محمد بن نصر المروزي. انظر، محمد بن نصر المروزي تنقل عن علماء في زمن الإمام أحمد نقولات تكحل بها العيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عنها. إذن أين هؤلاء الذين يأتون بالنقل أن علماء السنة يقولون الكفر نوع واحد؟ انظر محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة منذ أكثر من 1000 سنة، 1200 سنة، يقرر أن الكفر نوعان، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. أقول هذه النقولات لا تكتب فقط بل تحفظ، لأنها سلاحك في مواجهة أهل البدع، وإلا جرفوك بما زخرفوه لك من أقوال بما هي حمالة وجوه لا أصل لها في دين الله. نسمع. صفات الكفر الأصغر: أولا موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، ثانيا وهو لا يضاد الإيمان أي من كل وجه، ثالثا المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. هذا كلام ابن القيم حقيقة لحالات صعبة، إشي في مدارج السالكين، إشي في كتاب الصلاة، أن المعاصي أصلا من شعب الكفر، لكن الكفر غير المخرج من الملة. فبالتالي عندما ترى الشرع سمى أفعالا أنها كفر لأنها معاصي، المعاصي تسمى كفرا. نعم. رابعا وقد يجتمع فيه كفر وإيمان. إذن هذا شيء مهم، أن المرء الواحد قد يجتمع فيه كفر وإيمان، لكن الكفر غير المخرج من الملة، لأن الكفر المخرج من الملة لا يبقي إيمانا. هذا من صفات الكفر الأصغر. مين حفظ مواصفات الكفر الأصغر؟ مين حفظ مواصفات الكفر الأصغر؟ تفضل. إذن هذا أول فرق مهم، أنه لا يخرج من الملة. 2، موصل الكفر الأكبر برضو بصير. 3، لا يضاد الإمام من كل وجه كما يقول ابن القيم. 4، أحسنت، موجب لاستحقاق العذاب دون الخلود. 5، ينقص اللي هو هذا ما ذكرناه برضو بصير. أنت الشاب، هذا كل معاصي تسمى كفرا، وكان ذلك كل الطاعات تسمى من شعب الإيمان. نعم، فكل المعاصي تسمى كفرا، لكن الكفر غير مخرج من الملة. 6، لا يحبط جميع الأعمال. 7، صاحب الكفر الأصغر لا يخرج في النار. هو ذكر هذا الأخ، يجتمع في المرء إيمان وكفر. أكمل، ما شاء الله الشباب تحمست، نسأل الله ينفع بكم. نسمع. 5، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا. إذن هل إذا فعل واحد شعبة من شعب الإيمان يقال عنه مؤمن؟ يعني واحد يهودي اتصدق في سبيل الله، الله يعلم في نيته، خلينا نقول أبصر عمين اتصدق يشبك بعضهم بعضا، المهم اتصدق في سبيل الله، قامت به شعبة من شعب الإيمان، هل يصبح مسلما؟ جواب لا،
وألف لا. الحالة الثانية العكس، مسلم قامت به شعبة من شعب الكفر اللي هو غير مخرج، هل يصبح كافرا؟ جواب لا. هذا كلام أهل العلم، كلام ابن القيم في كتاب الصلاة. انظر هذه نقولات، لو كان الأمر في مجال لا ذكرت لكم كل نقل أين يكون. انظر كلام ابن القيم ما أحلاه وأعلاه. نسمع. ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا. المثال ذكرناه قبل قليل. ملاحظة، ملاحظة، هناك من أهل العلم من يسمى الكفر الأصغر بالكفر العملي لا أنه بالعمل لا يكون خروجا من الملة. هاي ملاحظة مهمة جدا، وبسببها نسب بعض أهل العلم من أهل السنة ممن قامت السنة على أكتافهم نسبوا إلى الإرجاء، أنه يقول الكفر العملي، هذا كفر عملي، فظن بعض المساكين أنه يقصد أنه بالعمل لا يوجد شيء يخرج من الملة. لا يا أخي، هذا اصطلاح موجود عند العلماء السابقين ويعنون به الكفر غير المخرج من الملة. نسمع النقل والكلام. نعم، يقول ابن القيم، شوف ابن القيم، ابن القيم برضو مرجع بدك تسميه، اسمع ابن القيم. وهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان. هذا كلام ابن القيم الآن طبعا في كتاب وين الصلاة صفحة 109 إلى 110. قال وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. انظر، سمى الكفر الأول كفر عمل إلى أن قال وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. إذن في كفر عمل يخرج من الملة وفي كفر عمل لا يخرج من الملة إلى أن قال ثم قال عن حديث لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال فهذا كفر عمل. إذن فهذا كفر عمل. ماذا سمى ابن القيم الكفر الذي لا يخرج من الملة؟ سماه كفر عمل. هل عنا به أن العمل لا يوجد عمل يخرج من الملة؟ الجواب لا، بدليل أنه قبل قليل ذكر أن هناك ما يضاد الإيمان. نعم، الآن صفات الكفر الأكبر. أيوة. أولاً الخروج من ملة الإسلام أو عدم الدخول فيها أصالة. ثانياً يوجب الخلود في النار وعدم دخول الجنة مطلقاً. ثالثاً تنبني وتنطبق عليه أحكام فقهية من مثل ألف لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، باء لا يرث ولا يورث، جيم لا يزوج من المسلمات ويفسخ زواجه إذا كان من مسلمة. هاي مواصفات وصفات معروفة للكافر الذي خرج من ملة الإسلام، أشياء ذكرتموها أنتم بالعكس مما يتعلق بالكفر الأصغر. نعم. ذات يقدر من قبل ولي الأمر ضمن شروط وضوابط إن كان مرتدا، ويحارب ويجاهد ضمن أيضا شروط وضوابط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار. إذا من يستطيع أن يذكر لي صفة من صفات الكفر الأكبر، بمعنى صفات من وقع في الكفر الأكبر؟ في الأخير الخلود في النار. اثنين، مخرج من الملة. ثلاث، لا يرث ولا يورث. أربعة، يستباح دمه. خمسة، لا يدفن. ستة، لا يصلى عليه. سبعة، ما بدنا نزوجه بنفسخ يعني ما ثمانية، نعم يحبط عمله. تسعة، نعم يقتل من قبل ولي الأمر. بهذا نكتفي ونعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع تتمة البحث، وإن استطعنا أن ننهي أنهينا، ما استطعنا إن شاء الله نكمل بعد.